تحية لمشاهدينا ومتابعينا. في زمن الكورونا حرب على الكمامات وتسابق على أجهزة التنفس وتقارب ثم تنافر وتنافس على الدواء واللقاح المناسب. كورونا فيروس حصد أكثر من 100,000 شخص وكشف عورات وعيوب الإنسانية، كشف عيوب المنظومة الصحية العالمية. الكل يلهث وراء الدواء، بعضهم ارتجل الموجود والآخر استسلم لحرب المخابر. تغلبت السياسة على الإنسانية ونسفت الدبلوماسية الأعراف والمواثيق الدولية لتسيير الأزمة وفق منطق استعراض العضلات، فحولت الطائرات بأضعاف السعر. دبلوماسية كورونا أسست لمنطق نفسي نفسي، كشفت حقيقة خطابات الكبار الذين صالوا وجالوا وعادوا إلى كلوروكين، دواء بدولار واحد أنقذ الفقير قبل صفقة المخابر التي كانت تتوقع بيعه بالملايير. هي نقاط سنناقشها الليلة على المباشر مع ضيوفنا، ونسعد أولا بضيوفنا هنا بالبلاتو بالعاصمة الجزائر، ولأول مرة ببرنامج في دائرة الضوء أسعد كثيرا باستقبال الأستاذة الإعلامية القديرة حدة حزام، مديرة جريدة الفجر. مرحبا بك. شكرا لك، شكرا على هذه الاستضافة. نتشرف أيضا بالزميل الإعلامي رياض هويلي، مسؤول نشر جريدة أخبار الوطن لأول مرة ببرنامج في دائرة الضوء. شكرا، بارك الله فيك. سيكون معنا عبر سكايب من موسكو الأستاذ أندري أونتيكوف، إعلامي ومحلل سياسي. من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية البروفيسور حمود صالحي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا. ومن ليون الفرنسية دكتور يحيى عبد المؤمن مكي، الخبير في علم الفيروسات. أستاذ حد حزام، في البداية دعينا نتحدث قليلا عن هذه الخرجة للرئيس عبد المجيد تبون، القرارات التي اتخذها، الحديث الذي كان انسيابيا صريحا مع الأطباء وعائلة القطاع الصحي، كيف وجدتها؟ أنا وجدتها إيجابية جدا، كانت يعني خرجة موفقة إلى أقصى حد، كانت متوقعة وكانت منتظرة، لأنه كان لابد من للرئيس أن يقف موقف مماثل في عز الأزمة ويساند ويؤازر أهل المهنة الذين يواجهون الحرب على الوباء. ما قاله الرئيس أيضا جاء مهما وجاء في أوانه، وهو استجابة لكل مطالب أهل القطاع منذ سنوات، حيث شاهدنا في السنوات الأخيرة إضرابات، وكانت يعني حتى للأسف شاهدنا أطباء سالت دمائهم من أجل مطالبهم الشرعية خلال السنوات الماضية. اليوم الرئيس استجاب لكل هذه المطالب التي هي تراكم يعني في الحقيقة لسنوات من النضال، لما يقول أنه ألغى الخدمة العمومية. أعتقد أنه لابد من التفكير فيها جيدا حتى لا يحدث في القطاع يعني أزمات لاحقا. أيضا لما قال أنه يعني يضاعف أجور الأطباء والشبه الطبي الذين في الجنوب، كلها في الجنوب، وأيضا يجازي الذين يكافحون الكورونا بسنة في تحسب في التقاعد لكل شهرين عمل. هذه أيضا هي استجابة موافقة، لكن أهم شيء في رأيي هو لما تحدث عن الوكالة للأمن الصحي، لأنها هذا المصطلح كان مهملا في كل الحكومات وفي الحقيقة مش غير في الجزائر، لأن حتى شاهدنا في أمريكا وحتى فرنسا والكثير باستثناء ألمانيا التي لديها ظهرت لديها سياسة صحية موفقة، كل الحكومات كانت تهمل الأمن الصحي. وفي الحقيقة هو بدا الخلل في المنظومة الصحية العالمية واضحا، بدا جليا هذه المرة. الأمن الصحي مهم، الأمن الصحي مهم جدا، لابد أن يكون في نفس المستوى من الحرص على ضمان للأمن الغذائي والأمن بصفة عامة، لأن شاهدنا الآن الحرب مثل ما أسلفت على الكمامات، يعني قريب الدول ترفع الأسلحة في وجه بعضها من أجل الكمامات.
الخدمات، صارت طائرة العسكرية، وصارت صحيح. الجيش يرافق في فرنسا وفي بلدان أخرى يرافق الشحنات الكمامات. أعتقد أنه لابد من التفكير جديا في إعادة المنظومة الصحية مثل ما قال رئيس الجمهورية، لكن ليس فقط من ضمان الدواء ولا ضمان الإطار الطبي وشبه الطبي وتحسين المستويات المستشفيات، هذه ضرورية جدا، لكن لابد من تفكير في صناعة صيدلانية قوية، لأننا أهملنا الصناعة الصيدلانية التي كانت بدأت موفقة جدا في سنوات الثمانينات والتسعينيات، ثم فتحنا السوق أمام المخابر الأجنبية، كسرت الصناعة وصارت صيدل مثلا تنتج أدوية لا فائدة منها، لا أقول لا فائدة منها، لكنها ضربت في يعني في 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 العمق بعد أن كانت يعني واجهت الإرهاب، واجهت سنوات الإرهاب وبقيت قائمة، لكن الانفتاح أضرنا كثيرا. ولابد أيضا نقطة أخرى لابد الإشارة إليها، لأن السياسة الصحية لابد أن ترافقها يعني إطار البحث العلمي. لابد كنت أتمنى من الرئيس اليوم أن يتحدث عن مرافقة البحث العلمي وتخصيص ميزانية مهمة حتى يبقى أطباءنا وباحثينا هنا، لأننا الآن ما نخسره في استيراد الأدوية وفي استيراد الأجهزة الطبية كان من الممكن استثماره هنا محليا وإنتاج أدوية محلية وإنتاج تجهيزات محلية. سيبقى النقاش مفتوحا بالتأكيد. نعم. حتى الرئيس تحدث عن قال أنتم من يقرر القطاع الطبي. نعم. بكل الكادر بكل الإطارات الطبية، وعلى الإدارة كما قال وعلى الحكومة أن تنفذ. أستاذ رياض، في ذات السياق النقاط التي استوقفتها وقفتك. أولا أنه الالتفاتة إلى القطاع الصحي بالدرجة الأولى كانت مهمة جدا في هذا الظرف الحساس. ثانيا تأتي في وقت وين القطاع الصحي تم يعني إهماله، بل تلقى ضربات يعني في السنوات الماضية من قبل الحكومات المتعاقبة يعني صحيح. وإهمال كان واضحا جدا، خاصة كما قالت الأستاذة حدا أنه الصناعة الصيدلانية نعرف أن الصيدال يعني أخذت منحة كبير لتم يعني تفكيك صناعة الدواء في الجزائر أمام رغبات مخابر دولية، وخلت الجزائر تستغل يعني تفقد ملايير الدولارات من أجل شراء أمور اللي بإمكاننا صناعتها في الجزائر. النقطة كذلك اللي هي الخدمة المدنية اللي كانت يعني مطلب الأطباء وتلقوا عليها يعني احتجاجات كبيرة، ويعني تلقاوا رفض قاطع من قبل السلطات السابقة. في النهاية تحقق المطلب. في النهاية تحقق المطلب. احنا نتمنى فقط أن يكون مدروس، لأنه الجزائر يعني الجزائر شاسعة، ولما نحبسوا الخدمة العمومية راح تكون يعني ربما نخافوا بعض نطاق الخدمة المدنية، نقاط الظل تبقى يعني بدون طب وبدون تغطية صحية، وبالتالي نتمنى أنه يكون فيه تفكير تكون مدروسة شامل بشكل لا يحرم شامل حتى يكون الجميع رابح رابح يعني. طيب نبدا في النقاش بالنسبه لموضوع الليله ببرنامج في دائره الضوء، دون اطاله الى موسكو مع الدكتور أندري أونتيكوف المحلل السياسي. دكتور أونتيكوف، مرحبا بك لاول مره ببرنامج في دائره الضوء لتلفزيون الجزائر. نتحدث عن حرب الكمامات، للاسف اصبح الاعلام ينعتها يصفها بالحرب، و أجهزة التنفس الاصطناعي شهدنا طائرات تقرصن، مساعدات تؤخذ لمن يدفع أكثر. لهذه الدرجة عجزت دول كنا نراها عظيمة وكبيرة في توفير كمامات وأجهزة التنفس الاصطناعي؟ يعني أنا أعتقد أن أولا أود أن أشير بأن أنا لست دكتورا، ويعني أنت الإعلامي عفوا إعلامي. نعم، بخصوص هذا الموضوع أنا أعتقد أن نحن نشاهد انعكاس لسياسة تقليدية مثلا للولايات المتحدة الأمريكية. مثلا نحن قد شاهدنا بأن أمريكا قد أجرت كثير من الحروب وبشكل وحشي في الشرق الأوسط وفي غير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونفس الأساليب نحن نشاهده عندما نحن نتحدث عن مكافحة وباء كورونا وقرصنة ولما هنالك. إذن نفس الأساليب، نفس الطرق للتعامل مع هذه القضية. طيب لماذا برأيك هذه الإمكانيات لم تتوفر في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية، في بلدان الاتحاد الأوروبي؟ هل لأن التحضير
لكورونا لم يكن مدروسا؟ هل لم تستبق هذه الحكومات دراسة الوضعية ورأت الوباء بعيد في الصين؟ أم أن هناك خلل صحيح في المنظومة الصحية العالمية؟ كل ذلك أنا أعتقد أن الأمر لم يكن مدروسا. أنا أعتقد أن لم يكن هناك أحد من بين رؤساء الدول التي كان يعتقد بأن فيروس الكورونا سينتشر بمثل هذا الحجم وهذا الجانب. الجانب الآخر لا ننسى بأن للأسف الشديد في كثير من الدول العالم بما في ذلك كثير من الدول الأوروبية، الولايات المتحدة الأمريكية، النظام الصحي مبني على رجال الأعمال، هي الخدمة المالية قبل كل شيء وبعد ذلك فقط الخدمة الصحية. فلذلك الفقراء لا يمكن أن يحصلوا على علاج جيد جدا، وهذا السبب ما بين الأسباب الذي يؤدي إلى انتشار سريع جدا لفيروس الكورونا بسبب أن الفقراء يصبحون المصابون بهذا الفيروس ولا يستطيعون أن يحصلوا على علاج في دولهم، فهذا يؤدي إلى انتشار فيروس الكورونا حتى إلى أشخاص الأغنياء. هذا المسألة. المسألة الأخرى، أنا أعتقد أن يعني من الضروري أن أصف ما يحصل هنا في روسيا. أنا أعتقد يعني أود أن أشير بأن يعني في الأيام الاتحاد السوفيتي تم بناية النظام الصحي الشامل والنظام الصحي عندما الكل يمكن أن يصل إلى المستشفى أو للطبيب ويحصل على يعني علاج مجانا بشكل كامل. ولحسن الحظ هذا ما نشاهده اليوم في روسيا، عندما الكل سواء كان الفقير او غنيا او ما هنالك هو يصل الى مستشفى يحصل على علاج. فانا اعتقد ان هذا يؤدي الى نتائج مثمرة، هذا يؤدي واضح. الى نتائج بان النظام الصحي الروسي يشمل الكل والكل يحصل على علاج، وأنا أعتقد أن هي النقطة الإيجابية. ولكن طبعا هذا لا يعني بأن روسيا ستتخلص من وباء الكورونا في الوقت القريب. نحن نشاهد على كل حال ازدياد للمصابين في روسيا، ولكن كما ذكرت في السابق النظام الصحي في روسيا متقدم جدا جدا ومبني على مبادئ التي كانت انتاجها في نعم. في الايام التي أندري أنتيكوف، ساعود اليك، ابقى معنا. استاذ حد حزام قال كلاما مهما يتعلق بالمنظومه الصحيه، حتى ان في فرنسا هناك من يقول لماذا دمرت الصحه العموميه، الطب احيانا المجاني الذي اهمل فئات كثيره في المجتمعات، القطاع الخاص أصبح هو الأول في هذه الدول الأوروبية. النتيجة هي منظومة صحية ثرية لكنها مختلة. أعتقد أيضا أنهم أهملوا البحث. هناك تراجع كبير خاصة في فرنسا في ميزانية البحث العلمي. أغلب مراكز البحث العلمي يديرها جزائريون ويعني من جنسيات أخرى، أتينا من شمال إفريقيا أو من الشرق الأوسط. المصيبة هي في أمريكا لأنها لم تكن لديها أبدا منظومة صحية قوية، ليس هناك ضمان اجتماعي، ولذلك هذه الأيام نرى أن كورونا تحصد الكثيرين، أغلبهم من يعني المتشردين، أغلبهم من ليست لديهم يعني حق العلاج، ليس لديهم الحق في العلاج المجاني. هناك ليس هناك شيء مجاني في أمريكا. أعتقد أيضا أن السبب أنهم استهانوا بهذا الفيروس، احتقروه، لأن في عادتهم رأوه بعيدا. هي بالنسبة إليهم هذه أمراض العالم الثالث، هذه أمراض أفريقيا لن تصلهم. هو الفيروس سماها ترامب، هو سماها الفيروس الصيني، يعتقد أنه سيبقى في الصين مثل ما في ساريس والإيبولا في أفريقيا ولن يصلهم. ولكنهم لما وصلهم باغتهم ووضعهم في وضعية هم لا يحسدون عليها. كشف الكثير من العيوب، كشف أن النظام العالمي الذي يهددون به المجتمعات
المتخلفة مثلنا ظهر لا شيء، وأعتقد أن شعوب هذه البلدان ستنتفض لاحقا بعد الكورونا، ستنتفض حتما على حكومتها وستجبرها على التغيير وستجبرها على وضع الإنسان في المكانة التي يليق بها، عوض السباق على التسلح لابد من الاهتمام بالإنسان، الاهتمام بالطبيعة، الاهتمام بالحيوانات، الاهتمام بكل مناحي الحياة، لأن حاليا كل ترسانات الأسلحة لم تفيدهم شيئا وصاروا يلهثون وراء كمامة تسوى دولار أو لم نكن نتصور إطلاقا أن دول معروفة بمنظومة صحية مفروض قوية تبحث وتسرق طائرات أستاذ رياض تحمل مساعدات كمامات أجهزة تنفس اصطناعي. هي في بعض الأحيان الحياة تكمن في التفاصيل، يعني أنه الأشياء البسيطة هي التي يعني تصنع الإنسان وتصنع الدول، وكذلك الأشياء البسيطة في بعض الأحيان هي التي هدمت الدول بأكملها وحكومات. اليوم احنا نتكلم أنه هذا يعني الوباء العالمي لا يمكن فصله عن النظام العالمي بحد ذاته كامل، وأيضا وضع الدول النظام الرأسمالي اليوم أثبت يعني أنه فيه خلل كبير في الاهتمام بالإنسان، في الاهتمام بالرعاية الصحية، في الاهتمام بالحقوق الأساسية. يعني إحنا في كثير من الأحيان يلومون على أنكم تنتهكوا حقوق الإنسان وتنتهكوا وضعية الحقوق الجماعية، لكن في الحقيقة هذه الأنظمة لا تبالي بالإنسان بقدر ما تبالي بالرأسمال الذي يفرزه هذا الإنسان فقط. البعض مشغل بنا حتى في زمن الكورونا، يتحدث عن الجزائر عن كيفية التكفل بالوباء في بلادنا، الحرب وهم يدفنون الآلاف يوميا. الحرب لا تنتهي. أنا نعطيك يعني نقطة بسيطة، يعني في حرب زمن كورونا وكالة الأنباء الفرنسية مؤخرا تتكلم عن اعتراض أمريكا على تعيين جزائري على كمبعوث لليبيا فقط. ليبيا نعم. يعني الخبر أوردته وكالة فرنسية، وكالة الأنباء الفرنسية وحدها فقط. يعني حتى خلف كورونا هناك حسابات وهناك مصالح للدول ما زالت تشتغل، يعني دول للتموقع، لتهديم دول، لإبعاد دول، لتهميش دول أخرى. النظام العالمي اليوم اكتشفنا أنه فيه قهر للإنسان والإنسان ضعيف. المنظومة الصحية الأمريكية أيضا أثبتت أنها يعني بعيدة كل البعد على خدمة الإنسانية وخدمة الإنسان في حد ذاته. يعني كلنا شاهدنا في 2013 ربما يعني كان باراك أوباما من بين يعني الحملة الانتخابية قادها من أجل قانون الرعاية الصحية والتي رفضت يعني من قطاع واسع من الرأسماليين الأمريكيين. حتى هيلاري كلينتون دافعت على قانون الرعاية الصحية ولكنها ولكن لم تنجح. شفنا اختلالات كبيرة في الاهتمام بالإنسان. نتمنى أن العالم اليوم يعيد حساباته للاهتمام بالإنسان كمحور للمجتمع ومحور للنظام العالمي الجديد. طيب نعود إلى موسكو، إلى الأستاذ أندري أونتيكوف، أو بعد قليل يشار إليه. طيب نتحدث عن القرصنة، هل كنت تتوقعين أن تقرصن طائرات؟ الإعلام أيضا، وتحدثنا الأسبوع الماضي للأسف الشديد، لعب دورا في ذات الاستراتيجية. لم يتم الحديث عن طائرات روسية بمساعدات أو صينية. تغيرت الأمور أستاذ حدا حزام بشكل لافت. لم نكن نتوقع أن الإيطالي ينزل على الاتحاد الأوروبي، وفي صربيا يقبل الرئيس السربي علم الصين. تغيرت المعطيات بهذا الشكل، هل لهذا الحد كورونا قلبت الموازين؟ نعم، أنا كتبت مقال في هذا الموضوع. أعتقد أن عمر الاتحاد الأوروبي لن يكون يذهب بعيدا، لأنها كان اتحاد سياسي وليس اتحاد، أعتقد أنه ليس اتحاد شعوب، لأنه في هذه الأزمة ظهر أن ليست هناك سياسة صحية أوروبية، ولذلك لم كل واحد عاد يحمي الأشياء التي لديه لنفسه. أعتقد أن هذا سيفجر الاتحاد الأوروبي إن لم يتداركوا هذه الأخطاء، لأنه كان يعاني من قبل بالبريكسيت البريطاني، وأيضا هناك أزمة اليونان، وكل هي أزمات متراكمة في الاتحاد الأوروبي. حاليا أزمة إيطاليا لما وجدت نفسها وحدها ربما أعطت صورة أخرى على مستقبل الاتحاد الأوروبي وعلى مستقبل أوروبا. ولم نكن نتوقع أن تأتي الصين أو تأتي روسيا لنجدة إيطاليا ولنجدة حتى فرنسا، وحتى هناك مساعدات ذهبت من الصين ومن روسيا إلى أمريكا. يعني هذاك العملاق
الذي كان يهدد ويتوحد وجد نفسه يعني في حلقه يعني محاط بالوباء من كل شيء من كل جهه، ومع ذلك ظهرت الأنظمة الشرقية هي الأقرب إلى الإنسان، هي أقرب إلى حقوق الإنسان، واحتوت أزمتها روسيا حاليا هي أقل إصابات، وألمانيا هي أكبر قوة اقتصادية وأيضا تفطنت مسبقا للفيروس وحضرت نفسها مسبقا. قلت أزمة أوروبا أنها ليست لديها سياسة صحية وليست مبنية على اتحادات شعوب، ولذلك أعتقد أنها الآن تعاني. طيب نعود إلى موسكو. أندري أنتيكوف، حدثنا عن قرصنة الطائرات. نحن نعلم أن روسيا قدمت مساعدات لإيطاليا، لم يتحدث عنها الإعلام الأوروبي كثيرا ولا الأمريكي، لكن لاحظنا أن العالم كل دولة تكفلت أو واجهت الوباء خطة وطنية، بمعنى عدنا للدولة الوطنية، حتى أن أنطونيو غوتيريز قال لا يوجد استراتيجية عالمية لمواجهة كورونا. يعني كل دولة لديها خطة، لديها استراتيجية، أغلقت الحدود فأصبح نفسي نفسي، ولهذا أصبحنا نسمع عن قرصنة الطائرات، سرقة مساعدات. ما الذي يحدث بالضبط؟ يعني صحيح، وكما ذكرت في السابق في بداية هذا الحديث، قرصنة الطائرات، قرصنة المساعدات تنعكس كيفية التعامل مع القضايا على الساحة الإعلامية من قبل بعض الدول، يعني فقط انعكاسات للمبادئ التي تتماسك بها بعض الدول عندما تجري سياساتها على المستوى الدولي. أنا أقصد عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، الحروب المدمرة خلال العشرات السنوات الماضية، يعني ولنذكر ما حصل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العراق، يعني ليبيا، وخارج هذه المنطقة يوغوسلافيا سابقا. فنفس الشيء عندما يعني تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية إلى وباء كورونا، ف يعني الو نعم نسمعك جيدا أندري أنتيكوف. نعم، عندما تعرضت امريكا الى وباء الكورونا ويعني تتماسك بنفس المبادئ الوحشيه وقرصنه والى ما هنالك، اذا الامر متوقع وبصراحه بكل صراحه عادي عندما نتحدث عن الولايات المتحده الامريكيه. طيب الصوره سهام خرشي بالنسبة لسكايب، إذا تسمعنا أندري أنتيكوف؟ تسمعنا؟ نعم. طيب نعم. سؤالي الآن حول مسألة هذا النقص في اللقاحات والكمامات وأجهزة التنفس وغيره، لكن هناك سباق مخابر حول اللقاح، كل دولة أيضا تتحدث. يبدو أن سكايب ذهب، وبالتالي سأطرح السؤال عليك رياض هويلي. قلت بالنسبة للقاح الكلوروكين، يعني البروفيسور الفرنسي ديدي راول انتقد بشدة من طرف أطباء في فرنسا، انتقد في المنظومة الإعلامية الفرنسية، لأنه ببساطة قال أن الكلوروكين مفيد على الأقل كحل مبدئي لعلاج أو مكافحة فيروس كورونا. بعد ذلك صالت وجالت وسائل الإعلام الفرنسية، ليذهب ماكرون إلى ديديي راول في مارسيليا ويتناقش ويدقق في الكلوروكين الذي اعتمدته دول أخرى. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هناك كل أزمة مراها المستفيدون، يعني في بطبيعة الحال هناك مخابر دولية الآن تحركت يعني للنشاط، وتشوف الأزمة هذه راهي أزمة ملايير وأزمة يعني مشاريع كبيرة، وبالتالي كان لابد من محاولة إسكات صوت راؤول يعني بطريقة أو بأخرى. أنا أعتقد أنه نزول ماكرون إلى يعني مارسيليا للوقوف شخصيا والاستماع إلى راؤول هو
كان بمثابة التفاوض مع متمرد على المنظومة الصحية العلمية الفرنسية، لأنه راؤول أخرج قبلها أخرج من الأكاديمية الفرنسية للعلوم، وبالتالي الآن أصبح يعني عنده خطة بدأ يعالج في الناس يعني خارج المنظومة الصحية الرسمية. إذن بالنسبة الآن كاين شرخ في المنظومة الصحية، وبالتالي كان لابد من احتواء الوضع بطريقة أو بأخرى. الاحتواء السياسي كان عن طريق تنقل الرئيس الفرنسي إلى مارسيليا والتفاوض أو التحاور أو الاستماع إلى راؤول بصفة مباشرة بعيد عن التقارير التي كانت في الأغلب، يعني حتى بعض الإعلام الفرنسي كان تحدث على أنه هناك مخابر دفعت إلى أطباء ودفعت إلى إعلاميين يعني لمحاصرة. انتقدوا الكلوروكين وقالوا أنه يؤثر على مرضى القلب والضغط يعني يعني بشكل غريب. بشكل غريب لا في الحقيقة هو عنده صح الكلوروكين مضاعفات جانبية، كل دواء لديه أعراض مضاعفات جانبية، كل أدوية هذا معروف عنده مش جديد، لكن هنا السباق هو من يجد الدواء ليكسب السوق. ولذلك عرض، أنا أعتقد أن ترامب لما عرض على ألمانيا لما تكلمت عن إيجاد اللقاح وقال سأشتريه سيخصص فقط لأمريكا، هو يريد من صفقة صفقة تجارية. هم الكلوروكين ليس غالية، هذا قبل الكلوروكين، لذلك هم احتقروه مثل ما أسلفت سابقا، مثل ما احتقروا الوباء برمته. ولذلك طيب أعتقد أن هناك سباق الآن من يجد الدواء للتسويق ويسيطر، لأن الذي رأيناها في أوبئة أخرى في فيروسات أخرى. في نحن كنا طرحنا سؤالا في عددنا السابقة، قلنا من يسود العالم هو من سيجد الدواء أولا. بطبيعة. إلى موسكو أندري أونتيكوف نستسمحك، لأن من جديد انقطع الخط بيننا وبين موسكو. طيب إذا كان لوس أنجلوس جاهزة فنذهب إلى لوس أنجلوس. نتحدث الآن عن مسألة أخرى تتعلق بمسألة يعني اللقاح، ولكن مسألة حسابات دولية بالنسبة لكورونا. يعني كورونا من جهة وفيات أكثر من 100,000 حالة وفاة، المصابون بالآلاف أيضا، يعني أكثر من مليون، تقريبا مليونين. يعني ما هي الحسابات الدولية التي تحضر؟ هل سيتغير فعلا العالم؟ هل فعلا الذي يجد الدواء أولا هو من سيسيطر؟ قبل الدواء يعني وقبل إيجاد الدواء، الآن بدت يعني ملامح تحالفات دولية جديدة، يعني بعيدا عن التحالفات التقليدية. احنا نشوفوا اليوم انه الصين اليوم سارعت الى يعني انقاذ العديد من الدول في شمال افريقيا، في 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 الشرق الاوسط، وايضا في اوروبا وحتى امريكا. وبالتالي اليوم لا يمكن يعني في العلاقات الدولية استبعاد الصين كفاعل رئيسي في كل معادلة او في كل الحسابات المقبلة. هذا من جهة أنه الصين اليوم من خلال المساعدات كسبت حلفاء جدد وأصدقائها أيضا. اليوم شافوا بأن هناك الاحتماء إن صح التعبير أو الاستقواء أو الصداقة مع الصين، يعني تخليك تكون في موقع قوة ربما، أو في موقع أفضل من يعني مساعدات كانت تأتي مشروطة من دول أوروبا أو حتى أمريكا. يعني كثير ما كانت المساعدات في أمريكا وأوروبا مربوطة بشروط ربما في بعض الأحيان قاسية حتى على الدول الضعيفة. وبالتالي أعتقد أنه الحديث عن نظام عالمي جديد بعد الكورونا سيكون يعني الشغل الشاغل للفاعلين الدوليين. طيب أستاذ حدى حزام، نتحدث الآن عن صورة لخطابات الكبار مع شعوبهم. يعني في البداية لاحظنا خطابات منقسمة إلى قسمين، هناك من قال الصراحة هيئوا أنفسكم لكي تفارقوا الأحبة، هناك من قال سنتغلب على الوباء. أصيب جونسون في بريطانيا، ميركل قالت أيضا كلاما كان يدغدغ مشاعر الألمان، ترامب كل مرة كانت خطاباته يوميا في ندواته الصحفية يقول كلام ثم يعيد آخر، يكذب ثم يؤكد. كيف رأيت خطابات كبار العالم في زمن الكورونا؟ أنا أعتقد أن خطاب ميركل هو اللي كان الأقرب للحقيقة والأقرب يعني لنبض شارعها ونبض مجتمعها، حتى أن طريقتها في التحكم في الوباء واحتوائه كانت الأفضل مقارنة حتى بالصين أو بروسيا. لكن ترامب كان يريد من ورائها
التخلص من 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 فئه من المجتمع الامريكي التي كانت عاله، سواء كانوا عجزاء او متشردين، كان يريد، كان قال نصل الى 200 الف وفاه. هذا يعني كان ومع ذلك كان ينتظر ربما اكثر. كان يريد من ورائها حمله انتخابيه، وانتقد بسبب كل تصريحاته المتناقضة. وقالوا، قال الأمريكيون وحتى في الكونغرس، قالوا أن ترامب لم يعني ينتبه لخطر الكورونا، ولم يعني يعد الخطة لمواجهتها، وهو الذي تسبب في وفاة الكثيرين. كان بإمكاننا يعني حمايتهم لو عددنا خطة مسبقا. حتى وزير خارجية الألماني انتقد الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، وأبان قال أمريكا لم تستعد جيدا للوباء. لهذا سنطرح السؤال على البروفيسور حمود صالحي الموجود معنا عبر سكايب من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. بروفيسور، مساء الخير وسعداء بأن نلتقي من جديد. مساء الخير كريم، شكرا على الضيافة. العفو، نحن ما نتشرف بك. كيف تواجه أمريكا الوباء ونحن تصلنا أرقام مهولة غير مسبوقة عن عدد المصابين والأهم عدد الوفيات؟ والله تواجهها بعدة انتقادات في وسائل الإعلام، التركيز حول ما لم يقم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاهتمام كثير بعدد الوفيات، بالتحذير، بغياب بالفعل تحذيرات واسعة قبل هذا الوباء. الجانب الثاني الذي يلاحظ في هذه الأيام هو أن ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشاشة التلفزيونية كل يوم الآن أصبح ينتقد لأنه لا يقدم تفسيرات أو استراتيجية واضحة. بالمقابل، عندما يظهر بعض حكام الولايات وخاصة حاكم ولاية نيويورك كومو، أصبحوا هؤلاء بتصوراتهم وبإعطاء نوع من الاطمئنان للشعب الأمريكي، أصبحوا من الشخصيات البارزة التي يعطى لها، الذي يريدون أن تعطى لها أهمية أكثر من دونالد ترامب. فالوضع يختلف من ولاية لولاية. نيويورك عدد وفياتها أكثر بكثير. كاليفورنيا الآن تبدو أنها مستعدة أكثر من الولايات الأخرى، لأن تحذيراتها كانت أبتدأت من السابق. وهذا ربما يرجع إلى طبيعة النظام الأمريكي، حيث أن الولاة لهم قرارات، يملك الاستقلالية في اتخاذ القرارات. طيب بروفيسور، هل دمر ترامب منظومة صحية كان قد بدأ أوباما في بنائها كما قالت تقارير إعلامية، أم أن ترامب تعامل كما قالت الأستاذة حدى حزام مثل الأوروبا باستهزاء، لم تكن تتوقع الدول الكبرى أن يصلها الوباء؟ قيل بأنه قد يكون في يبقى في الصين ويضرب فقراء إفريقيا وآسيا وربما حتى أمريكا اللاتينية. أكيد بالنسبة للشرط الأول فيما يخص ضرب المنظمة الدولية وخاصة منظمة الصحة الدولية، هناك كما نعلم حملة واسعة تشن ضد مدير الوكالة العالمية، وهذه لعدة أسباب واضحة. أهمها الأساسي هو أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يبعد التركيز على فشله في التحذير لهذا الوباء. وبالفعل هناك قرارات أو هناك مبادرات لتبديل أو لفكرة ترويدها الولايات المتحدة بتبديل منظمة الصحة العالمية بمنظمة أخرى تكون تحت إدارة الولايات المتحدة. وربما الانتقاد الكبير الذي توجه والذي يبدو أنه
غير ملائم هو ربط هذه المنظمة بالصين تحت فكرة أن المدير تيدوس كان الذي انتخب في 2017 بطريقة مساندة الصينيين أنه يعمل في لخدمة الصين أكثر من العالم. هذا كلام غير ثابت، وواضح أن كل المدراء الولايات الدول الكبرى دائما تريد أن تساند شخص معين لخدمة مصالحهم. هذا من الجانب. الجانب الآخر بالنسبة لدونالد ترامب وهو بالفعل إدخال أو إخراج بعض أو استحضار القوانين الداخلية الأمريكية، وفي المجال هناك قانون الدفاع الاجتماعي الإنتاجي الذي بدأ في التنفيذ وقام يقوم بتنفيذه الرئيس دونالد ترامب، وهو قانون يسمح للحكومة الفيدرالية أن تؤمم جميع الشركات وتوجه اهتمام إنتاجها للإنتاج المحلي. فتحت هذا القانون قام دونالد ترامب بأمر جنرال موتورز وهي صناعة السيارات بالقيام بإنشاء أو إنشاء كمامات وكذلك أجهزة تنفسية. تحت نفس هذا المقام القانون أيضا قام بإصدار وفرض طلب وضع شروط أخرى كبرى لشركة معروفة باسم ثلاثة ميمات، وهي تقوم بتصدير إنتاج الكمامات والتي تملك احتكار السوق في أمريكا اللاتينية وكذلك كندا. فدونالد ترامب قام بأمر هذه الشركة بأن لا تصدر هذه الكمامات للدول الأخرى. أنت الآن تعطينا يعني أمور حتى هذا في أمريكا. أمريكا المفروض هذه الدولة الكبيرة التي تملك منظومة صحية قوية. ابقى معنا بروفيسور لأننا سنسألك كثيرا عن أمريكا وعن العالم وعننا أيضا. أستاذ رياض، يحدث هذا في أمريكا، الولايات المتحدة تنتقد منظمة الصحة العالمية، ما رأيك في تعامل ترامب مع كورونا؟ بطبيعة الحال هو ارتباك القوي، يعني الإنسان اللي ما كانش يستنى في موجة كبيرة وأحتكرها وفي النهاية أصبحت ربما تقضي على العرش بأكمله. الآن لما نشوفوا التصرفات أو القرارات التي أخذتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية هي في الغالب يعني قرارات تتنافى مع طبيعة الرأسمالية، يعني اللي قائمة على حرية الاستثمار وحرية الرأسمال العام الرأسمال الخاص. الآن الحكومة تفرض على الشركات الخاصة إنتاج معين لمواجهة الأزمة بطبيعة الحال، مع استيراد كميات أخرى أو قرصنة كميات أخرى من الصين ومن دول أخرى. هذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن النظام السياسي في حد ذاته بأبعاده الاقتصادية والصحية يعني أظهر اختلالات كبيرة لا تلبي حاجة الأمريكيين، مثل ما هو في أوروبا في بعض الدول يعني لا تلبي حاجة المواطن الأوروبي. وبالتالي اليوم أنه مراجعة الأنظمة السياسية بحد ذاتها هو الخطر الأكبر الذي يتهدد العديد من حكومات دول العالم بما فيهم الرئيس الأمريكي. يعني اليوم كما قال الأستاذ حمود، يعني قضية بداية الانتقادات بكثرة حول الخرجات ترامب وكذلك خرجات يعني قراراته التي أصبحت يعني في بعض الأحيان احنا شفنا يعني بعض صور الأمريكيين يدفنون يعني بجماعية مقابر جماعية. وبالتالي هذا الآن الأزمة هذه ستكون لها تداعيات سياسية على وهذا ما سيدفعنا لطرح أسئلة كثيرة عن عالم ما بعد كورونا. نعود إلى موسكو من الولايات المتحدة إلى روسيا. أندري أونتيكوف معنا الآن. معكم. نعم جميل. طيب أندري أونتيكوف، تحدثت وسائل الإعلام اليوم عن إيجاد دواء في روسيا، بعض وسائل الإعلام تحدثت عن لقاح جديد، هل لك أن تعطينا فكرة إن كان موجودا؟ إيه صحيح، كان هناك مثل تلك الأخبار، ولكن أنا أعتقد أن كما نقلت وسائل الإعلام الروسية من المتوقع أن سيتم اختبار هذا اللقاح، و يعني من المبكر ان نتحدث بان يخرج هذا اللقاح الى او سيتم استعمال هذا اللقاح لعلاج المصابين بفيروس الكورونا. اذا يعني تم انتاجه ولكن نحن امام اختبار هذا اللقاح. طيب انت لا تريد ان تعطي يعني لا تملك تفاصيل كثيره. طيب مع ذلك انت كنت تستمع الى البروفيسور من لوس انجلوس، انت كاعلامي وليس فقط كروسي، كيف ترى تعامل الولايات المتحده الامريكيه مع وباء كورونا؟
يعني طبعا الأوضاع بكل تأكيد خطيرة جدا، ونحن نشاهد انتشار لفيروس كورونا بشكل سريع جدا، ويعني طبعا السلطات الأمريكية تتخذ الإجراءات الحاسمة في الأيام الأخيرة، وكلنا نأمل بأن في نهاية المطاف تلك الإجراءات وكل تلك الجهود ستنجح، بسبب أن يعني الحقيقة هي أن نحن بحاجة إلى التعامل مع هذه القضية بجهود مشتركة، بسبب أن كل دولة يمكن أن تصبح مصدرا لانتشار هذا الفيروس من جديد، وكما يتنبأ بعض الخبراء ربما قد نشاهد الموجة الثانية لانتشار فيروس الكورونا في شهر نوفمبر، وهؤلاء الخبراء يقولون بأن مصدر انتشار لفيروس الكورونا في شهر نوفمبر قد تكون دول إفريقية، وقد تكون أيضا دول لآسيا الجنوبية الشرقية. فلذلك يعني هناك خطورة كبيرة جدا، وكلنا نعمل ونرجو بأن أمريكا ستستطيع أن تتعامل مع هذه طيب القضية. نتمنى أن تكون هناك مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين مثل ما حدث حول تخفيض إنتاج النفط في العالم ويكون ذلك عن كورونا. طيب ما رأيك في تصريحات ترامب حول منظمة الصحة العالمية؟ هل تعتقد أنها منطقية؟ وهل تعتقد أن منظمة الصحة العالمية لم تؤدي دورها في زمن الكورونا؟ بكل صراحة أنا لا أرى أي دور إيجابي لمنظمة الصحة العالمية، ولكن ليس بسبب أنها فاشلة، ولكن كما كلنا نعلم ونشاهد فيروس الكورونا أصبح مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لكل دول العالم، ربما سوى الصين الشعبية التي اتخذت قرارات والإجراءات حاسمة للغاية، أغلقت بعض الدول عفوا بعض المدن فيها، وهذا ما أدى إلى تخفيف الأوضاع، تخفيض انتشار فيروس الكورونا. وربما يمكن أن نتحدث بأن الصين قريبا ستتخلص من هذا الوباء، ورغم دول الأخرى يعني، فنحن نشاهد انتشار هذا الفيروس وإجراءات حاسمة، ولكن يمكن حتى أن نقول بأن في أكثرية الأحوال عشوائية للأسف الشديد. طيب أندري أونتيكوف، سأطرح عليك سؤالا لمواطن ليس صحفي وإنما مواطن عادي على السوشيال ميديا قد يطرح هذا السؤال، لماذا أوروبا ضربت في العمق، عدد كبير من المصابين من الوفيات، حالة طوارئ رهيبة، دول تقع جنوب روسيا أيضا مثل إيران، الصين القريبة من روسيا، لكن روسيا يعني الأرقام طبعا فيها أقل بكثير، تحكم أكبر في مواجهة الكورونا، ما السر في ذلك؟ بصراحة هناك الأخبار وآراء متناقضة حول هذا الموضوع، البعض يقول بأن في الأيام القادمة نحن سنشاهد ازدياد نوعي لعدد المصابين في روسيا، هذا من جهة، من جهة أخرى لا ننسى بأن مثلا الخبراء من وزارة الدفاع الروسية زاروا وساعدوا إيطاليا في مجال مكافحة فيروس كورونا، وأنا أعتقد أنهم حصلوا على خبرة معينة لمواجهة هذا التحدي الكبير جدا، وهذه الخبرة يتم استعمالها على أو في إرادة روسية. هذا الجانب. الجانب الثاني هو أن كما ذكرت سابقا هناك النظام الصحي الذي بني في الأيام الاتحاد السوفيتي، نظام صحي متقدم جدا جدا الذي يشمل كل من الفقراء والأغنياء في روسيا، ويعطي لهم العلاج بشكل مجاني. طيب أندري أونتيكوب، أعلم أن الوقت منتصف الليل وعشرين دقيقة تقريبا بموسكو، سأطرح عليك سؤالا أخيرا وأدعك تنام وأعلم أنك متعب. الآن بالنسبة لروسيا، روسيا قدمت مساعدات، طائرات روسية قدمت مساعدات إلى إيطاليا، يعني مثل ما حدث مع كوبا، مثل ما حدث مع الصين، هل ترغب روسيا في فكرة أخرى
لعلاقة روسيا بالعالم، هل هي حسابات سياسية أم تبقى إنسانية؟ أنا أعتقد أن هناك حسابات الوطنية قبل كل شيء، وأنا ذكرت بأن ما يلفت النظر بأن بالعادي يتم إرسال المساعدات الإنسانية من روسيا عن طريق وزارة لشؤون الطارئة، ولكن الآن تم إرسال هذه المساعدات إلى إيطاليا عن طريق وزارة الدفاع الروسية، وكما ذكرت في السابق ربما روسيا قد حصلت على خبرة معينة لمواجهة فيروس كورونا واستعملت هذه الخبرة هنا في أراضي روسيا. إذن هذا الأمر. الأمر الثاني، لا ننسى بأن روسيا دائما تقدم المساعدات الإنسانية إلى كل دول المصابة ليست فقط بفيروس الكورونا، بل مثلا بالفيضان، بالزلزال، بالمسائل الأخرى. إذن هو أمر تقليدي بالنسبة لروسيا، نعم. ودائما روسيا ترسل المساعدات صحيح. الإنسانية، ولكن في نفس الوقت نعم، من وجهة النظر إعلامي الأمر غير المسبوق بأن العسكريين الروس كانوا على أراضي للدولة التي تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، لا ليست فقط الاتحاد الأوروبي بل إلى الناتو. نعم هذه هذا هو السؤال. هذا السؤال وجواب بسيط برأيي شخصي، بأن كل دول الناتو الأخرى تخلوا عن أو تخلت عن إيطاليا، كان هناك نوع من الفوضى نتيجة انتشار فيروس الكورونا، يعني الكل كان لوحده، ولكن هذا أمر مؤسف جدا ولكن ملفت للنظر. شكرا جزيلا أندري أنتيكوف الإعلامي والمحلل السياسي الروسي من موسكو، شكرا جزيلا لك، وسنكون سعداء بأن نلقاك في مناسبة قادمة على تلفزيون الجزائر. أستاذ حد حزام، ما رأيك في هذا الكلام؟ أنا أتفق معه في جزء منه. في الحقيقة قرأت هذا الصباح مقالا لكاتبة روسية مترجم إلى العربية، وأن تقول أن الشعب الروسي هو شعب عالمي، سي لو سيتويان دو موند، ومثل ما قدم لإيطاليا ولأوروبا مساعدات في قرون مضت وحتى سنة 1945 بعد الحرب العالمية، أثناء الحرب العالمية الثانية ما زالت الشعب الروسي يؤدي دوره. وأنت قلت، طرحت في سؤالك أن هل هو شق سياسي؟ طبعا هو في شق سياسي أكيد. هو كسر الصورة العدائية لروسيا، وهذا من حقه. لماذا يعني طائرات عسكرية في قلب الناتو، في قلب إيطاليا، على أرض إيطاليا؟ لأنها الوحيدة لحماية يعني البعثة الطبية طبعا ليس فقط القرصنة، نحن نتذكر أن هناك طائرة تحمل علماء تم إسقاطها، ليست هناك يعني أدلة دامغة على هذه الحادثة، لكنه ممكن أن تحدث. القرصنة في الحقيقة ليست جديدة، هناك قرصنة علمية طول يعني تاريخ البحث العلمي كانت دائما. سنعود لهذه النقطة أستاذ حد حزام. معي الدكتور أو البروفيسور الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي. دكتور مكي مساء الخير، نأسف لهذا التأخير، أولا نحن نحتاجك دائما معنا، وأعلم أن القنوات تراسلك وتدعوك لبلاتوهاتها عبر سكايب، لكننا أيضا نسعد بأن تكون معنا في برنامج في دائرة الضوء. أولا دكتور مكي، حدثنا في البداية عن هذه اللقاحات أو الدواء، يا اليابان قالت بأن هناك دواء وستوزعه على 20 دولة من بينها دول عربية كالسعودية ومصر وغيرها. روسيا أعلنت اليوم عن إيجاد لقاح. أمريكا بالمقابل تقول ما زال فيها الأبحاث، ولكن ماكرون زار ديدي راول وعاد الحديث في فرنسا عن الكلوروكين. حدثنا عن قصة الكلوروكين من فضلك. مساء الخير سيد الكريم ولضيوفك الكرام وإلى الأستاذ أندري من موسكو الذي كان معي في الاتصال وكنت اتخذت معي في الاتصال. عن اللقاحات سيد الكريم، أي دولة تنشر أنها وجدت لقاح بالمعنى هنا كما تفضلت الأستاذة الكريمة، فيه تسابق ما بين من ينتج اللقاح الأول وسوف يصدر هذا ويبيعه بثمن غالي. وفي حال الأزمة الاقتصادية الكارثية التي أصابت العالم كله، فالشركات الأولى التي سوف تكون الرابحة ليست شركات البترول سيدي، بل شركات الأدوية واللقاحات. هذا أولا. فأي دولة تعلن أنها أوجدت لقاح فلا يستعمل لا اليوم ولا غدا ولا من بعد أسبوع أو شهر. وجدوا كيفية إنتاج اللقاح وتطوير الفيروس وإنتاج مكونات الفيروس، ف
فكل دولة ربما الصين تنتج لقاح عن طريق البروتينات الغلاف، ربما اليابان أوجدت عن طريق مكونات الغلاف الحمض النووي، أمريكا تستعمل مكونات الجينات للفيروس، فرنسا تستعمل طبقين آخرين من الغلاف ومن الحمض، فكلها حاليا لأنه الذي سهل وأعطى الرخصة للدول تنطق بأنها وجدت اللقاح لأننا استطعنا أن نكون نسخة من هذه الفيروسات، وهذه النسخة أصبحت متطورة وأصبحنا نكونها ونكثرها في المخابر. لكن سيدي الكريم، لكي يكون اللقاح موجود في البليدة وفي تيارت وفي الجلفة والغوار وفي أمريكا وفرنسا، على الأقل ننتظر شهر أكتوبر إن أصح لنا الأجال وكانت لنا يعني الفرصة والحظ حتى ننتج من أكتوبر، لأنه إنتاج لقاح سهل، لكن مراقبة اللقاح في كل مراحل تأسيسه وتكوينه يتطلب على الأقل 125 مرحلة كما نسميه كنترول مراقبة، حتى نصل سيدي الكريم إلى كم من عدد من ميكروغرام نستعمل مكونات البروتينات الفيروس الغلافية أو الحمض النووي، وكيف نعطوه حتى نقوم بثلاث مراحل التجربة. طيب، كان حظ للمواطن على الكرة الأرضية. أيوة. كان عندنا لقاح يوم أكتوبر القادم فهذا من حظ الإنسانية. بالنسبة لزيارة السيد الرئيس ماكرون إلى بروسيل ديدي غاوث، هذا من بعد ما صار من ضجة ما بين الفريق الباريزي والفريق مارسي، لكن في العلم سيدي الكريم ما يتحكم فيه العقلانية ويتحكم فيه الخبرة. كما رأيت الشيء الذي أفرح كلنا هو كم وجدنا من دكاترة وعلماء أجانب عند الأستاذ ديدي غاوث، وهذا ما يفرح. العلم سيدي الكريم، العلم ليس له دين وليس له جنسية وليس له لون وليس له لغة واحدة، فالعلم على العالم، سواء الأنتيبيوتيك تنفع كل الإنسانية، اللقاح ينفع كل الإنسانية، ومن هنا بالطبع لازم فيه تدعيم مالي وتدعيم مالي كبير. وسوف ما يغيره الكورونا فيروس للحكماء للرؤساء وللملوك هو ربما تبديل كل خزينة المالية التي تخصص لوزارة الدفاع، سوف تخصص للعلم وللصحة إن شاء الله، لكي نطور كما قالت الأستاذة، سمعت إلا بعض من المداخلة قليل من الأستاذة حين قالت التسابق التسلح هو الذي أدى بأن توقع طفرة كبيرة في الميادين الأخرى. طيب بروفيسور دكتور مكي، أنا طرحت هذا السؤال على البروفيسور بالحسين هنا في هذا البلاتو، قلت ما هو الدرس الذي يستخلصه العالم من كورونا؟ قال هو قيمة العلم والعلماء يجب أن تعود وبقوة في كل دول العالم. أنا ربما سأسأل عن بروتوكول الكلوروكين، لمد نتائج لحد الآن إيجابية، حدثنا عنه لو سمحت. الكلوروكين هو دواء قديم ما يفوق 30 سنة، أسس وكون هذا واكتشف هذا الدواء لعلاج أمراض الالتهابات النسيجية، المضادات الحيوية ضد الإنسان نفسه، الأرتريت أو الأرتريت اللوبوس، وكان عنده فائدة كبيرة. ومن ثم كما عجزنا عن وجود دواء ضد الملاريا، فالعالم عندما يبحث وإن لم يجد فيجرب ما هو موجود عنده، فجرب هذا الدواء على الملاريا وعطى فوائد كبيرة وعالج ضد الملاريا نوعا ما، لكن استعصر الملاريا على هذا الدواء وأصبح يعطى كوقاية لعدم إصابات الأشخاص عند الرحيل إلى المناطق سواء آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية. فجرب هذا الدواء في مارسيليا وفي الصين وأعطى نتائج أولية. فعندما أظهر الأستاذ ديدي غاوث وزارة الصحة واللجنة العلمية رفضت هذا العرض لأنها قالت أنه لم يمر على بروتوكول رسمي. فلكن من بعد يتفاهم العلماء، يتفاهمون بينهم، العالم مع العالم يتفاهم، لكن خطاب العالم مع الجاهل فيكون صعب للتفاهم. أكيد. فهنا تفاهم واصبح اليوم الكلوروكين يعطى في البروتوكول الأوروبي الذي يسمى الديسكوفيري، والذي المخبر الذي أنا فيه هو الذي يراقب هذا البروتوكول ونعمل عليه. فاستعمل الكلوروكين والأزيتروسيميسين عند فريق، دواءان عن ضد الإيدس لوبينافير غيتونافير عند فريق عند 2000 مريض، والدواء الثالث الرامديزيفير عند الفريق الرابع. وهنا أعطى كذلك تقريبا نتائج حسنة مدة أسبوعين، وسوف ننتظر آخر أفريل حتى يعطي نتائج أخرى إن شاء الله. طيب ما رأيك في إقرار الجزائر هذا البروتوكول؟ الجزائر سبقت
يعني أعطت هذا البروتوكول، أخذت قرار وهو يعطي النتائج لحد الآن دكتور. نعم، هو ما اتخذته كل الدول، الجزائر كانت من أوائل الدول التي قررت. نعم. استيراد هذا يحسب لنا وتصنيعه في الجزائر، وهذا ما أفاد وأنقذ عدة أرواح وعدة مرضى، وهذا ما يسعدنا لأنه كانت عندنا معلومات على هذا الدواء، وهذا الدواء ليس جديد، كنا نعرف كم نعطي كميا في الدم وكم يكون يمتص في الكبد وكم تصفيته في الكلى، فلا كان خوف، وخاصة عندما سيد وزير الصحة بن بوزيد أعطى أمر أن لا يباع في الصيدليات إلا في المستشفيات وتحت رقابة أخصائيين في أمراض القلب حتى لا تكون فيه أزمات قلبية وأزمات كذا. وأنا اتصل بعدد كبير من المرضى من الجزائر سواء عن طريق الميل أو عن طريق الهاتف، نأخذ هذا الدواء وتحسننا والحمد لله. فقلت لهم يعني في بعض الأحيان أخذ آراء طيبة يعني وكانت إشارة ببداية خير، فالحمد لله سوف ينفع عدد كبير من المرضى والمصابين. نحن نرتاح عندما نسمع هذا الكلام منك وأنت الخبير في علم الفيروسات. ابقى معنا دكتور عبد الرؤوف تيجاني، لا أدري إن كانت لوس أنجلوس معنا الآن أم أن ننتظر قليلا. طيب رياض الهويلي، في النهاية هي مسألة قرارات، تأخذ قرار تكون على علم بروتوكول الكلوروكين، ما رأيك في لحد الآن القرار الذي اتخذ في الجزائر؟ بطبيعة الحال هو يعني كنشوفوا اليوم تتبع الأحداث على المستوى يعني العالمي ومسارعة العديد من الحكومات يعني لاستخدام هذا البروتوكول، نقول الحمد لله أنه يعني مستوى الأطباء في الجزائر واللجنة العلمية اللي استطاعت منذ البداية تنبه لهذا الدواء يعني كان أنقذ العديد من الأرواح، ويعني احنا خلينا نفتخروا لما تكون حاجة يعني جزائرية ونجاح جزائري هذا نفتخروا به ونقولوا أنه فيه أطباء في الجزائر. يجب فقط توفير الإمكانيات اللازمة، توفير الظروف الملائمة لأطبائنا لباحثينا من أجل يعني الرقي بالمنظومة الصحية. لا يمكن أن البكاء على المنظومة الصحية يعني بإهمال وبإهمال الطبيب وإهمال العامل وإهمال الممرضين. هذا القطاع يجب أن نفتح فيه الاستثمار الكبير للقطاع الخاص والقطاع العام أيضا، وأن نجعل من باحثين ومراكز بحث أيضا بما يمكن حتى الصناعة الصيدلانية يعني صيدال بإمكانها تكون يعني رائدة في هذا المجال. أنت تعرف أيضا أنه في الصناعة الصيدلانية تم تحطيم مصنع الأنسولين في الجزائر الذي كان سيقام وكان سيلبي طلبات الجزائر يعني من طرف، خلينا نقولها بكل صراحة، من طرف عصابات كانت تهرب الأموال العملة الصعبة من أجل شراء أدوية يمكن إنتاجها في الجزائر. لابد حان الوقت في إطار المشروع الوطني المتجدد أن نعود إلى تثمين الجزائر والصناعة الصيدلانية في الجزائر. واضح. على ضمن هذا مثل ما قالت الأستاذة حدا حزم. أعود إلى لوس أنجلوس. بروفيسور حمود صالحي، استمعت إلى ضيوفنا. بروتوكول كلوروكين أفاد لحد الساعة، لكن هناك صراع لقاحات. البعض يتحدث عن دواء ياباني، عن علاج بالبلازما للمتعافين في الإمارات، عن دواء روسي. ضيفنا من موسكو قال روسيا تحضر وتعمل على لقاح جديد. الدكتور مكي قال لن يكون هذا اللقاح في العالم إلا ربما في نوفمبر أو أكتوبر. ماذا عن أمريكا؟ نفس النقاش والدكتور مكي تدخل ممتاز جدا. ففي نقاش كبير بين العلماء والسياسيين وبالأخص الاقتصاديين، يبدو أن في نهاية الأمر أنه ما يجري حاليا في القطاع الصحي هو أن إعطاء العلم وإيجاد أدلة واضحة بأن هذا الدواء سيشفي الجميع. في الحديث الآن في الولايات المتحدة هو ما بين سنة إلى 18 شهر لعدد أسباب، الإجراءات كبيرة، لكن هناك أيضا اهتمام بالقطاع الخاص حين هناك مساندة كبرى وتسابق كبير في القطاع الخاص. فربما إذا كانت أحد المخابر الجامعية وأحد الشركات الخاصة إذا قدمت بعض الدواء في مثل هذا المجال قد يتغير الأمر. طيب بروفيسور، أليس غريبا قد يقول قائل، حتى رأيناها على السوشيال ميديا، أن تجد أمريكا صعوبات في إيجاد كمامات، في إيجاد أجهزة تنفس اصطناعي؟ نحن في الجزائر جمعيات خيرية، مراكز تكوين مهني تقوم بإعداد وخياطة كمامات بشكل جميل جدا ويوفر للعديد من الناس.
أمريكا تقرصن، اتهمت حتى بقرصنة طائرات مساعدات أو كمامات أجهزة تنفس اصطناعي، لم نكن نتوقع يوما أن يحدث هذا في أمريكا. والله نفس السؤال يطرح في جميع وسائل الإعلام هنا، ولكن هناك ربما دروس أخذتها القيادة الأمريكية من أحداث صار سابقا. فالشركات الخاصة أولا التي كانت أنتجت كمامات سابقا وجدت نفسها أعتقد في 2009 بعد ظاهرة الوباء السارس في ذلك الوقت انتهت، وجدت نفسها بعرض كبير وكمامات لم تستطع أن تبيعها في السوق. الآن عندما تحدثنا عن قانون الدفاع الإنتاجي، من أحد البنود التي تنص عليه هذا القانون هو إيجاد المنتوج الكافي لتلبية حاجة الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة بعد 2009 بدأت تفكر في إطار الشراء من السوق أكثر من اللازم. الآن هذا من جانب، هذا ربما رد مباشر للسؤال التي طرحته، لكن هناك أيضا عوامل أخرى وهي مرتبطة ارتباطا واثقا بطبيعة الاهتمام للقطاع الصحي. فمثلا كان الدكتور مكي والأستاذة في الاستوديو ذكرت يجب الاهتمام بالقطاع الصحي. الآن في ميزانية 2021 الولايات المتحدة خصصت قيمة أو أضافت قيمة 7 مليارات لوزارة الدفاع، هذه إضافة لما كانت الميزانية عليها سابقا. في نفس الوقت قامت بتقليص ما يقابل مليار ونصف دولار لشركة أو لقطاعات أو مراكز محاربة الأمراض والأوبئة. هذا التقليص في التمويل هو أحد الأسباب أيضا الذي أدى إلى الوضعية التي نراها اليوم في الولايات المتحدة. من بكل أسف أن القطاع الصحي أثبت فشله فشلا كبيرا. يعني عندما تنظر إلى المستشفيات والاهتمام بالمرضى والاهتمام بالأطباء، يعني هذه أضحوكة لا تتكلم، يعني صورة غير مقبولة من دولة تدعي أنها سيادة العالم، خاصة في مجال البحوث ومجال التطوير في كل هذا. فوالله سؤاله في الصميم كريم. هذا ما سأله الناس على السوشيال ميديا. ابقى معنا بروفيسور لأننا نستفيد كثيرا من تحليلاتك. أستاذ حد حزام، في النهاية هو خلل في المنظومة الصحية العالمية أم عدم اهتمام بالعلم وبتطوير البحوث العلمية مقابل اهتمام غير معقول بالتسلح؟ أعتقد أنه هو كل هذا على بعضه. يعني الخلل هو احنا نعطي الامريكا، نعطي لها مكانه اكبر، لان امريكا الصوره التي تصلنا القويه اقتصاديا الاولى المهيمنه على العالم هي كانت دائما في الجانب الصحي كانت مهمله. الصحه لمن يدفع اكثر، الفقراء امريكا ليست لا يعالجون واغلبهم يموتون. انا التقيت مره في امريكا بامريكيه حدث لها حادث فقدت كل شيء لانها لا تملك، لم تكن لديها تغطية صحية ولم تكن، وبالتالي فقدت أسرتها وفقدت عملها وصارت تعيش على الصدقات وعلى التبرعات. نحن نعطي صورة أخرى لأمريكا وتصدر هي صورة أخرى عبر أفلامها. أنا أعتقد كنت عندي ثقة أكبر في أوروبا، وكنت أعتقد أن أوروبا هي يعني متكاملة من كل جوانب، صحيا وإنسانيا وحقوق الإنسان. تفاجأت أستاذ حدة؟ طبعا تفاجأت وأنا متأسف، لأن كل هذا هو خسارة للإنسانية. لما تخسر أوروبا أو أمريكا نخسر جميعا، لأن كمنظومة صحية لأن في إطار العولمة ها هو الفيروس جاءنا من الصين ومس العالم كل، ونفس الشيء لما تكون هناك يعني
يعني تطورات علمية ويعني نتائج علمية وأدوية وإيجاد يعني ابتكارات هي كلها في فائدة الإنسانية وإن كانت يعني بأسعار خيالية. أنا تهمني بلادي حاليا وأنا أركز على وجوب بناء منظومة صحية متكاملة لنا ولدينا الإمكانيات ولدينا القدرات ولدينا العقول التي هي كلها في الخارج ولابد من استثمارها لأننا سنواجه أوبئة أخرى. الكورونا ستذهب وستعود لأنها هي هنا موجودة. لذلك كنت سعيدة بقرار الرئيس حول وكالة الأمن الصحي. طبعا أنا أمس كنت في تحضير لهذا اللقاء. كنت ستكتبين عن ذلك. نعم. الأمن الصحي وأنا كتبت في مقالي غدا على الأمن الصحي حتى قبل أن تحدث الرئيس لأنه أهملنا كثيرا وكل أعتقد أن كل أغلب الحكومات ولا أقول كل لأن روسيا وألمانيا ظهرت مختلفة وحتى أوروبا الشمالية ظهرت مختلفة. كانت هناك لديها منظومة صحية أقوى وتمكنت من مواجهة الوباء. طيب قبل أن نعود إلى الدكتور مكي أستاذ رياض، هل ما يحدث ضربة قاسمة للعولمة؟ أن تغلق الدول حدودها، أن يتخلى الاتحاد الأوروبي ثم يعتذر لإيطاليا عن إيطاليا عن إسبانيا، عدم وجود خطة مشتركة، في النهاية العودة إلى الدولة القطرية، دولة نفسي نفسي. حتى الدول العربية كل دولة تعمل على حدة. أي نعم الأرقام يونيفرسال عالمية تقدم على الشاشات، لكن في النهاية كل دولة لديها استراتيجية، لديها خطة وطنية. بطبيعة الحال لأنه ما فيش مجهود دولي واضح ومحدد لمواجهة الفيروس، وبالتالي كان كل دولة لازمها تكون عندها خطة وطنية محكمة لمواجهة هذا الوباء العالمي المنتشر بين العبر للحدود. لكن خليني نقول أنه ما كشف عنه كورونا أنه النظام العالمي نظام متوحش حقيقة، لا يراعي قيمة الإنسان ولا يراعي الإنسانية في حد ذاته، وبالتالي أنه إصلاح إعادة النظر أو فتح النقاش حول إصلاح النظام العالمي من جديد ومكانة الإنسان في هذا النظام كأولوية الأولويات يجب أن يكون يعني بعد كورونا، يعني هذا هو الأساس الذي يجب أن تشتغل عليه مخابر الفكر والحكومات وحتى العلماء أيضا، بما يعطي مكانة الإنسان ويعيد الهيئة للإنسانية، ثم بعد ذلك تقاسم المصالح شيء طبيعي يعني في هذا. طيب عودة إلى لوس أنجلوس إلى البروفيسور حمود صالحي، سأكون صريحا معك بروفيسور، أنت تحدثت في حلقة سابقة عن شعبية ترامب، قلنا هل سيؤثر ما يحدث على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم إن وجد اللقاح في نوفمبر أو أكتوبر، لكن في النهاية هل هي ذات الشعبية التي ستبقى في هذه اللقاءات اليومية ندوات الصحفية بين الخامسة والسابعة؟ هل المواطن الأمريكي سيتذكر عدد الوفيات المقابر الجماعية، هذه الصورة التي لم يتعود عليها الأمريكيون؟ أكيد والله المستقبل صعب التنبؤ به، والجانب الآخر الحديث عن ترامب وعندما ننظر لما يجري على المؤسسات الدولية وخاصة على منظمة الصحة الدولية أو النظام العالمي، يجب أن نفرق بين دور الشخص في العلاقات الدولية ودور المؤسسات الدولية. الآن الشخصيات التي توجد على مستوى الأنظمة الدول الكبرى اليوم، بوريس جونسون، دونالد ترامب، شخصيات معروفة باهتمامها بالقضايا الداخلية، ثم الموجات التي رأيناها في السنوات الماضية هو العودة إلى الاهتمام بالناشوناليزم كما يسموه الوطنية، كل هذا له دور. فترامب يعتبر أعتقد من أحد الظواهر أو النتائج التي رأيناها أو حصيلة السياسات التي رأيناها في السابق. الآن لتوضيح النقطة فقط، وأنا لم أنسى سؤالك الأخ كريم، نعم،
لننظر إلى دور هذه المؤسسات. منظمة الصحة العالمية مثلا، هذه المؤسسة لها أهدافها، لها آلياتها، ولها ممثلين في بحسب قوانينها في كل دولة على مستوى وزارة الصحة، ولها ممثلين أقليميين، ولها ميثاق، ولها كل الآليات للعمل في إيجاد حلول المشاكل العالمية. الآن هذه المنظمة قوتها مرتبطة ارتباطا وثيقا بما تقدم له الدول الأخرى. فشخصية دونالد ترامب مثلا، وقارنها مثلا مع شخصية باراك أوباما، نعم، الذي كان يلعب دور في قيادة العالم والاهتمام بقضايا الصحة، الآن هو استعمل منظمة الصحة لإعطاء لمعالجة القضايا العالمية. فمن هذا الجانب يجب أن ننظر إلى هذه المرحلة بأنها مرحلة بالفعل انتقالية ستؤثر أثرا كبيرا في رؤية الشخص لنظامه. مثلا هناك مقاله، أحد المقالات التي نشرها فوكوياما، وفوكوياما كتب معروف بمقاله نهاية التاريخ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. أحد النتائج التي توصل إليها هو أن المستقبل ما بعد كوفيد 19 لن يكون مبني على الاختلاف الأيديولوجي بين الصين والولايات المتحدة، أو الانفتاح الديمقراطي والأوتوقراطي بين ربما كوريا الجنوبية والصين، وإنما بمدى ثقة الشعب في قيادته. بمعنى وبهذا المجال يذكر الطبيعة ثقة الشعب الألماني في ماركل، وكذلك ثقة، وهذا ما قالته الأستاذة حدة منذ قليل. نعم، فهذه ربما هي التي ستؤدي إلينا إلى الأخذ الاعتبار عندما ننظر إلى الولايات المتحدة وبإمكانية انتخاب الرئيس دونالد ترامب. اليوم بكل وضوح أن لو قمنا باستفساء والشعب الأمريكي صوت، نعم، دونالد ترامب لن يكون رئيسا. لكن هذا الرئيس أثبت مفاجأته، وهو جد ذكي في استعمال تغيير المواقف من كل مرة، والاعتداء على منظمة الصحة، والاعتداء على الصين، ثم لا ننسى أنه متذبذب في مقالاته، في تصريحاته، وهذا هدفه واضح، لأنه غدا ستستعمل المسانديه التصريحات التي تخدمها. فهو يقدم بالفعل مادة ليكون موجودا في كل الاماكن. فلست مستغربا ان ينتخب، لكن ربما الامور بدات تبدا اكثر واكثر ان ذلك ربما سيكون من المستحيلات. طيب ابقى معنا بروفيسور. استاذ حد حزام، تصوري معي هذه اللوحه، وفيات وكاننا في حرب عالميه ثالثه، اصابات تقارب المليونين، تراشق بين دول، حسابات، تصفية حسابات، إعلام يضرب دولة أخرى وبلده أيضا في عمق حفرة الكورونا، أمريكا بهذه الصورة، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا التي لطالما تحدثنا عن منظومتها الصحية عجزت بشكل فظيع عن التعامل مع كورونا بالشكل اللائم والملائم. هل تعتقدين، أو سيكون سؤالي، أي صورة ترينها للعالم بعد كورونا؟ بصراحة، وأنت الإعلامية التي كتبت كثيرا عن هذا الموضوع، كتبت في هذه القضية كثيرا، وأنا كنت من الأول قلت أن على الإنسانية أن تراجع أولوياتها، أن تعيد ترتيب أولوياتها، لأن شاهدنا أن السباق نحو التسلح لم يفيدنا شيئا، وغزو الفضاء لم يفيدنا شيئا، وهزمنا فيروس مجهري لا يرام إلا عين المجردة. علينا مثل ما قلت في عدة أسئلة طرحت، أننا علينا أن نضع الإنسان في صلب أولوياتنا، نعيد النظر في المنظومة الصحية، في المنظومة التربوية، في منظومة البحث العلمي، في المنظومة الغذائية، لابد خاصة أنا أقول بالنسبة للجزائر، لأن الحرب المقبلة ليست فقط الكورونا، لأن الخلل الذي وقع في الإنتاج الغذائي العالمي بسبب هذه الفترة ستدفعه كل الشعوب
خاصة التي تعتمد على الحاويات ونحن منها، وأن أخاف كثيرا مما بعد الكورونا من آثار الكورونا على اقتصادنا وعلى منظومتنا الاجتماعية، وهذا لابد أن نتصدى له. الشعوب ستثق أكثر في من يتكفل بها، في من يساعدها. ستفرض الشعوب رؤيتها على الحكومات مستقبلا. أنت تحدثت عن ترامب، أعتقد أنه سيدفع ثمن هذا الفوضى التي أحدثها في أمريكا، وهذه الضحايا سيدفعها في الانتخابات الرئاسية المقبلة. أما بالنسبة تحدثت أيضا على منظمة الصحة العالمية، أنا لم أكن أبدا أثق في هذه المنظمة، وكان دائما تحت رحمة المخابر وتسوق للفيروسات وتسوق لأدوية وتجبر حكومات على شراء أدوية لديها السم ولديها الترياق. نعم، وتنتهي غالي في أغلب الأحيان في المزبلة. طيب، في ذات النقطة أستاذ رياض، في ذات النقطة، على كل حال احنا كل النظام العالمي دائما يمر بمراحل، يعني يتطور تدريجيا، وفي بعض الأحيان كاين كل مرحلة عندها خصوصية. هذه المرحلة الآن أثبتت أن العودة إلى الاهتمام بالإنسان وإعادة النظر في النظام العالمي الجديد العولمة بحد ذاته، يعني أصبح ضرورة حتمية للحفاظ على التوازن البشري في حد ذاته، ليس فقط على الإنسان وإنما حتى على التوازن البشري. من هنا أنا أعتقد أنه مراعاة والاهتمام بالأنظمة المحلية، يعني الآن راح يكون أكثر بكثير من الاهتمام بالنظام العالمي. أيضا راح يكون أيضا البحث عن شرعيات جديدة اللي تخلي التكفل بالمواطنين وبالإنسان يعني تكون عندهم مصداقية أكثر من شعوب واحدة أخرى. التكفل بالعلم بالعلماء بطبيعة أيضا الحال، بطبيعة الحال على رأس الأولويات. هل لاحظت في نفسك أن تجد أطباء من خيرة أطبائنا أمام ماكرون؟ يعني في مارسيليا نتمنى أن يكون هنا، يعني هذا بطبيعة الحال، يعني كل العقول الجزائرية وكل سواء كان في الداخل أو في الخارج نتمنى أن يكون كل واحد يسيب مكانته في جزائر الغد، وهذا الشيء الذي يعني نخدم عليه، أنه جزائر الغد تكون مفتوحة لكل الكفاءات الجزائرية بما يساهم في وضع الجزائر في المرتبة التي تستحقها دوليا وإقليميا، لأننا نعتقد أن الجزائر تستحق مكانة أفضل من المكانة التي توجد فيها. الجزائر بإطاراتها بفضائها بجغرافيا بتاريخها بدبلوماسيتها بكل يعني الكوادر وبكل الإمكانيات التي العلمية أيضا التي تستند إليها يجب أن تكون في مكان أفضل من هذا المكان في هذا العالم المتوحش. أستاذ حد حزام، هل القرارات المتخذة اليوم، هل إعادة التفكير في أمن صحي، هل إعطاء تسهيلات كبيرة للاستثمار في القطاع الصحي سيجعل خبراءنا إطاراتنا خبراتنا الموجودة في الخارج تعود يوما؟ لابد من توفر مناخ ثقة. إذا لم يتتوفر الثقة لن يعود أحد. وكانت هناك إطارات حاولت الرجوع ولكنها أصيبت بخيبة أمل وعادت رجعت من جديد إلى المهجر. أعتقد أنه إذا توفر، لأن في الحقيقة الكورونا ظهرتنا كنا كيف كيف، كنا عاجزين أمام الوباء، يعني هم الهيهم مش في مأمن وهنا ما احنا مش، ولكن رغم ذلك إعلامهم أحيانا يتحدث عن دول عربية، يعني تصور يا أستاذ حبدة، وهل هذا معقول؟ هذاك هروب إلى الأمام. لا، يعني هل يعقل دول مثل أوروبا تعاني من 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 أرقام مخيفة للأسف في عدد الوفيات، وتتحدث عن الأسرة العربية وارتفاع نسب الطلاق، المرأة وإفريقيا وكيف تظلم المرأة داخل الأسر تحت الحجر، يتحدثون عن الجزائر عن عملية التكفل، هل هذا معقول؟ اليوم قرأت عن بلجيكا فتحت فنادق للنساء المعنفات بسبب الحجر الصحي. قلت لك أن هذا الأزمة أظهرتنا كلنا الإنسان لما يكون في أزمة يعود إلى الحيوانياته معذرة. رأينا سباق في أسواق أوروبا على يعني كيس معجنات. صحيح. نفس يعني رجعنا في أزمة وجودية من يعني الإنسان البدائي تقريبا. طيب. اعتقد انا افضل ان يتحدث الإعلام الغربي على مشاكلنا على ان لا يتحدث، لان حتى هذاك فيه تنبيه لنصحح من مشاكلنا، وانا اراها بطريقه ايجابيه. لا يفتري فقط، لا يفتري، وفي الحقيقة هو هروب إلى الأمام من مشاكله اللي يحاول على التغطية على عجزه ربما. أستاذ رياض بسرعة،
هو طبيعته بالنسبة للإعلام، أنت تعرف أنه الإعلام كله خاضع للوبيات، يعني لوبيات ولوبيات المصالح تلعب حسب الحسابات وحسب الأهداف يعني وتوجيه يعني الرأي العام. الآن أزمة صحية ووبائية في أوروبا كبيرة جدا، يعني تحويل الأنظار ضروري جدا من بعض الحكومات في مثل هذه الظروف. لكن ما يهمنا انه كجزائريين انه يعني نستنبط الدرس من هذا يعني الازمه العالميه لبناء جزائر جديده لتكون يعني عندها مكانه حقيقيه في دول في المعادله الدوليه المقبله. واعتقد انه هذا الشيء يعني ماهوش كبير جدا علينا اذا كانت توفرت الاراده السياسيه وخلقنا جو من ثقه بين الشعب والحكومات، يعني اللي تصبح هناك سلاسة حول مشروع تعبئة وطنية، حول مشروع وطني يمكن الجزائر من يعني حجز مكان في العالم. طيب آخر سؤال للبروفيسور حمود صالحي، هل يتابع البروفيسور تكفل الجزائر أو كيف تواجه الجزائر وباء كورونا؟ كيف تراه لحد الآن بروفيسور وأنت في لوس أنجلوس؟ والله في المستوى تصريحات وكلمة الرئيس اليوم في محلها، الاهتمام بالقطاع الصحي مهم جدا، الاهتمام بالاستثمار في القطاع الصحي أيضا، النداء إلى الإطارات في الخارج مهم جدا. وهنا ربما نقطة إضافية فقط في هذا المجال، هو يجب أن نفكر ليس في عودة الإطارات إلى الجزائر، وإنما في الأكبر من ذلك هو في فتح قنوات لهم المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني. فهذا هو الأهم، يعني الجزائر تبدو أنها في الطريق الصحيح، وهذا كل قلبنا مع الجزائر، لكن إن شاء الله يكون كل شيء بخير يعني. ونحن نفتخر بك إطارا جزائريا محترفا متمرسا في جامعة كاليفورنيا. شكرا جزيلا بروفيسور حمود صالحي على هذا الوقت الذي خصصته للتلفزيون الجزائر. أستاذة حدة حزم، شكرا جزيلا لك على قبولك هذه الدعوة، شرفتنا اليوم وشرفنا أيضا الأستاذ رياض هويلي. شكرا جزيلا لك. نشكر الدكتور مكي على تلبية الدعوة، لأنني كنت أريد أن أسأله عن الصيام. سأنقل تصريحه كما كان في إحدى القنوات أيضا، قال بالعكس الصيام يعزز المناعة، وهذا تبعا للجدل الذي أثير حول الصيام من عدمه، ولكن الحمد لله دائما يبقى الصيام مناعة للإنسان مع قرب شهر رمضان. نشكر جزيل الشكر الأستاذ أندري أونتيكوف الإعلامي والمحلل السياسي الروسي الذي كان معنا من موسكو. شكرا جزيلا للفرقة النشطة للاستوديو رقم واحد لتلفزيون الجزائر بقيادة سهام خرشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.